لمزيد من التفاصيل حول هذا البيان بيان الهيئة ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بك دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. بداية دكتور، لو نبدأ بما انتهى به بيان الهيئة الذي قرأناه قبل قليل، والذي النقطة التي تتعلق بتحميل الأمم المتحدة وممثلها في العراق، تحميلهم المسؤولية عما سيترتب على مضمون التقرير، برأيكم ما هي المخاطر التي يمكن أن تترتب على مثل هذا التقرير الأممي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. بداية، يعني كان يفترض وهكذا يتوقع الشعوب أن تكون هذه المنظمة حامية وراعية لهم وناصرة لهم ضد الظلم وضد الانتهاكات التي ترتكب بحقهم. لكن للأسف ما جرى في العراق ويجري إلى اليوم أن الاحتلال وجميع جرائمه وجميع مشاريعه التي نتجت عنه هي تتم برعاية أممية وحماية أممية مع كل الأسف. ما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، ربما تتخذ هذه الأجهزة الحكومية الحالية وميليشياتها مثل هذا الأمر، وهي قد أشاعته من قبل، ذريعة لمزيد من الانتهاكات ضد هؤلاء النازحين، وبحجج واهية فنرى أن هنالك الاعتقالات ضد هؤلاء الشباب، وربما أيضا في السجون يتم التعذيب وانتزاع الاعترافات وغير ذلك من انتهاكات لم تتوقف إلى الآن. نعم، من بين هذه الاتهامات التي توجه للنازحين دكتور هو اتهام المبعوث الأممي للنازحين بأنهم خلايا نائمة لتنظيم الدولة، وهذا ربما جزء من المعاناة التي يعيشها النازحون المعتقلون في المخيمات والمحتجزون الذين لا يسمح لهم بالخروج. برأيك هل يمهد هذا التقرير لمزيد من الانتهاكات في حق النازحين؟ هذه هي مخاوفنا ومخاوف الناس هنالك، ولا سيما ان هؤلاء النازحين يوم يعيشون بين نارين، يعني من جهه هنالك الاحزاب تضغط عليهم للعوده الى مدنهم التي هي ليست امنه للان ولا مستقره ولا مستعده يعني ليست فيها الخدمات الاساسيه التي يمكن ان يعيش فيها هؤلاء النازحون بدعوى الاستقرار وأن الانتخابات أو الحياة جاهزة للانتخابات. ومن جهة أخرى نرى هذه الانتهاكات وهذه التهديدات لهؤلاء النازحين، فهم يعيشون بين نارين، وبالتأكيد هذه الذريعة أطلقت منذ مدة ليست بالقليلة، وهذه الميليشيات تتخذها ذريعة لهذه الانتهاكات من اعتقالات ونحوها. في هذا الصدد بالحديث عن الميليشيات والميليشيات التي تدعمها إيران تحديدا، أشارت الهيئة في بيانها إلى إهمال التقرير للهيمنة الإيرانية على صناعة القرار في العراق والمؤسسات الحكومية. هل تفسرون إهمال هذه أو كيف تفسرون إهمال هذه المسألة الرئيسية، وهل ذلك مقصود؟ لو قرأنا أو المنصف الذي يقرأ هذا البيان يجده متناغما مع الخطاب الحكومي، وبما أن الحكومة الحالية هي جزء من العملية أو من الاحتلال الإيراني وهي مسيطر عليها من قبل إيران، فبالتأكيد سيعلم أنه لماذا لم تذكر إيران لا من قريب ولا من بعيد، رغم أن الجميع يعني القاصي والداني يعرف حجم التدخل الإيراني في العراق، وليس هذا سرا يذاع، وإنما هذا باعتراف المسؤولين الإيرانيين أنفسهم. نعم، ربما صدور مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة يعني بشكل أو بآخر، يعني وفقا للعديد من المراقبين، أنها عاجزة عن فهم حقيقة المشهد العراقي، ما مدى صحة ذلك؟ هي من جهة عاجزة، ومن جهة أخرى هنالك الكثير من الأطراف هي متناغمة ومنساقة مع المشروع الأمريكي في احتلال العراق. نحن لا ننسى أن الاحتلال لا يزال مستمرا عبر هذه المشاريع، فالعملية السياسية الحالية هي جزء من هذا الاحتلال، لأنه مشروع رسمه المحتل لتنفيذ مشروعه الكبير، وما يجري في العراق وفي المنطقة جزء من هذا. لذلك فإن هذا عجز من جهة، ومن جهة أخرى هو تناغم مع هذا الاحتلال. مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.